قدرة الست على الإنجاب دي فيها كثير جدا من الإعجاز، وكثير جدا من المؤثرات يمكن أن تلعب دور في تأخر قدرة الست على الإنجاب. من أكثر الأفرع الطبية نموا هو علم مساعدة الإنجاب ومراكز أطفال الأنابيب والحقن المجهري. البويضات كل ما خرجت في سن مبكر من المبيض كل ما كانت شابة. هناك وحش في حياة كل امرأة وهو سن اليأس. مخزون المبيض هو عبارة عن رصيد قابل أو مستمر في النقصان ثم النفاد بحلول سن اليأس. من أكثر المنحنيات العلمية في التعلم بنسميه ليرنينج كيرف هو نقل الأجنة. بطانة الرحم المهاجرة أعتقد برضو إنها من الحاجات اللي في مصر اللي عوملت معاملة قاسية جدا. حذاري من الخطوط الحمراء في العمل، حذاري من البدعة في العمل. الخمسة العشرة دي سيدة إنتاجها ممتاز، أقدر أقول عليه أكثر من جيد جدا أو ممتاز، لأن من خمسة العشرة تسمح لها على الأقل بنقل مرة طازجة ومرة مجمد، وده تعتبر اكتمال التجربة عندنا. لو سمحت بنقل مرة طازج وتجميد مجموعة من جنينين أو ثلاثة ده يعتبر إنتاج ممتاز. دول هنا هعتمد على جودة الأجنة عشان أقرر هعمل إيه. فبالتالي لو في صورة لشريحة جنين اليوم الثالث، جنين اليوم الثالث له عدة أشكال. برضو نشرح للناس عشان الناس البسطاء يكونوا معنا في الحوار، ما معنى كلمة اليوم الثالث أو الخامس؟ أوكي. أوكي. أنا شفتها في الأول. لا لا، هو حضرتك الموضوع مرتب تماما. يوم العملية هو دي زيرو أو اليوم صفر. اليوم الأول هو الإخصاب، بداية الزيجوت اللي هي الخلية الأنثوية مع الخلية الذكرية، بيجتمعوا بيعملوا نواتين اتنين في قلب البويضة بنسميه الزيجوت أو الجنين المبدئي. اليوم الثاني اللي هو من خليتين إلى أربعة، وده قلما ننقل فيه لكن ممكن نحتاج ننقل فيه لأن نتائجه تعتبر قريبة من اليوم الثالث. اليوم الثالث اللي هي بداية النضوج والانتعاش، الجنين المفروض بيديني بالظبط، دي كلها أجنة يوم ثالث اللي هي من 6 إلى 8 إلى 10 خلايا. فلما أجي أنا مثلا على جنين زي اللي فوق خالص في الشاشة بقول عليه الخلايا منتظمة، ليست بها أي تكثرات خالص، يعني مفيش خلية مكسورة زي اللي تحته مثلا. اللي تحته هلاقيهم كلهم منتظمين وأحجامهم متساوية، لكن في عندي كسورات بسيطة أو في فروق ما بين الخلايا. فبالتالي أنا عندي لما صنف بقول إن أنا آخد جنين كلاس A زي اللي تحت خالص على اليمين مثلا، ده حوالي 12-14 خلية. ده جنين ممتاز جدا، أقدر أسميه كلاس A أو A بلس. فده لو عندي 2-3 منه أو أنا مطمن قوي نوعية الأجنة، ممكن أكمل زراعة الأجنة لحد اليوم الخامس، لأن أنا ضامن أن هذه النوعية هتديني يوم خامس. إذا عندي كلاس B أو C وأنا نازل بقى بعد ذلك، يفضل أن أنا أنقل أفضلهم وأترك الباقيين للاختيار الطبيعي للأجنة، مين فيهم اللي هيقدر ينمو إلى اليوم الخامس. إذن أنا قننت، أنا مش هجمد إلا في اليوم الخامس، عشان هنا اليوم الخامس يعتبر اختبار واضح وصريح جدا للجنين إنه قدر ينمو ويوصل إلى مرحلة اليوم الخامس. لكن السؤال هنا اللي هو جايز المرضى مش عارفة تعنوينه، هو إيه الفرق ما بين جنين اليوم الثالث والخامس؟ يعني النهاردة لو ثبت معلومة، أنا عندي جنين واحد فقط، والجنين ده أنا متأكد إنه هو في اليوم الثالث كلاس A،
ووصل إلى نمو في اليوم الخامس. هل هو لو نقلته في اليوم الثالث مش هيلتصق، لكن لو نقلته في اليوم الخامس هيلتصق؟ لا، الإجابة لا خالص. هو المقارنة ما تجيش من جنين واحد، المقارنة بتيجي من أكثر من جنين، مين فيهم اللي هيقدر يوصل عشان أنتقي أفضلهم. وزي ما قلت بين قوسين من الأول خالص، إرجاء أو إطالة مدة الزرع إلى اليوم الخامس ليس هدفها أفضل النتائج، هي هدفها اختيار أفضل الأجنة لتقليل عدد الأجنة المنقولة داخل جدار الرحم، وبالتالي بقلل عدد التوائم. لأن التوائم أي حد في الدنيا مش بس الدكاترة والمرضى عارفين أن التوائم لها مشاكل زي الولادة المبكرة وزيادة الضغط وانفجار كيس المية مبكرة، كل الكلام ده كله بيجي مع التوائم. فبالتالي الولادة السليمة اللي هي تنتج عن حمل سليم هي ولادة طفل واحد واكتمال فترة الحمل إلى 9 شهور تماما، ثم الولادة الآمنة. ده حلم أي دكتور نساء أو أي مركز أنه يصل بمريضته إلى حمل مفرد تام عند النهاية. ده تصحيح مهم، المعلومة مهمة، أنه كان في معتقد ده بيتم للأسف بشكل تجاري الإعلان له، أنه حد مثلا بيبرز مهارته بأنه في توائم كويس تتواجد. لا، ده العكس، ده التوائم دلالة على خطأ. هي مش بالظبط كده، بس دلالة مش جيدة بالظبط. يعني أقصد إيه؟ إحنا طبعاً إن إحنا في مصر عندنا مشكلة واضحة جداً، وزي ما قلت يعني هنتكلم بعد كده مثلاً عن موضوع تاني خالص مثلاً اسمه قواعد التعامل مع مرضى التكيس المبايض. القواعد متوقفة تماماً على موقعك الجغرافي، أنت فين؟ ده عالمياً هم اللي أباحوا بذلك أو صرحوا بذلك. فالنهاردة لما أجي أتكلم على التوائم، أنا في بلد النهاردة زي أغلب بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا لا تدعم موضوع أطفال الأنابيب، فبالتالي لما تعلو التكلفة على المرضى هي نفسها بتبقى معشمة إن هي لو ربنا كرمها وحملت فمن الأفضل أنها تحمل في توأم، يعني توفيرا للنفقات. إحنا برضو ما زلنا بننقل جنينين أو ثلاثة نظرا لأن عندنا تلوث وعندنا في حاجات كتير قوي بتتحكم في قلة نسب الحمل مع الجنين الواحد، وما عندناش قانون يجبرنا لحد النهاردة على نقل جنين واحد، فبننقل 2 أو 3. فعندنا توائم، كلنا عندنا توائم في مراكز أطفال الأنابيب، لكن ليست هي الهدف. يعني إحنا لو نتمكن أو لو نضمن بإذن الله طبعا نقل جنين واحد والجنين الواحد يلتصق بجدار الرحم ويكتمل نموه تماما وتلد في نهاية 9 أشهر حمل سليم وولادة سليمة، هو ده هدفنا. لكن التوائم مش قادر أقول إن هي خطأ، لكن أقول إن هو يعني شيء محتم علينا نتيجة طريقة ممارستنا اللي فرضتها علينا ظروفنا. بس ليها إذا ما بقول من ناحية طبية مشكلتها التي تجعل الحمل حمل ليس كامل الأمان. تمام، ده التعبير الصح بالظبط. ده بالنسبة. طب الجنين اليوم الرابع ده بقى شيء لأول مرة نسمع عنه، أول مرة يتقال في برنامج بالضبط. هو إحنا كان عندنا جلسة كاملة مكونة من 4 محاضرات اسمها ماذا يقول لك اليوم الرابع أو ماذا يقول لك جنين اليوم الرابع. ده في الإشري بالضبط كده، ده الكلام ده من أسبوع. جنين اليوم الرابع ثبت إنه هو من الأجنة القوية جدا القادرة على التنبؤ بمستقبل الحمل بعد إذن ربنا، لدرجة إن إحنا ده جنين اليوم الرابع. أحلى جنين فيهم نقدر نقول هو A، اللي هو كلاس A. يعني إيه كلاس A؟ يعني عبارة عن خلايا مرصوصة مع بعضها تماما، هو المفروض إنها تصل إلى من 16 إلى 32 خلية، وهي متناسقة مع بعضها في حشد كامل عشان تتداخل كلها مع بعضها وتنتج لي المنتج النهائي اللي هو جنين اليوم الخامس. فنمرة واحد اللي هو جنين A بقول عليه ده السوبر. جنين B زيه بالظبط ودخل في مرحلة الالتصاق. كويس؟ نمرة 2 أو الدرجة الثانية اللي هي CUD. CUD هو جنين حلو بس ابتدى أو لم يصل إلى مرحلة الالتصاق الكامل للخلايا، زي ما حضرتك شايف إن في فروق بسيطة ما بين الخلايا أو بعض الفراجمنت أو بعض التكسرات البسيطة اللي موجودة فيه. الدرجة الرابعة عنده اللي هي جنين E اللي هو على الشمال تحت. جنين E ده
العدد أكثر من 8 خلايا اللي أقدر أقول عليه جنين يوم رابع، لكنه مش منتظم. جنين F ده أسوأ واحد فيهم، هو أقل من 8 خلايا غير ملتصقين، يعني زي ما بنقول عليه جنين غير منتظم. فبالتالي النهاردة جنين اليوم الرابع أصبح له جريدنج، له ترتيب، وأقدر أعتمد عليه أن أنا أنقل أو ما أنقلش. فبالتالي السؤال القادم اللي أنا ممكن أسأله لنفسي النهاردة، لو خيرت ما بين جنين اليوم الثالث والرابع تختار مين؟ أنا أختار الرابع. النهاردة مش رأيي الشخصي، لأ، ده رأي الإحصائيات اللي خرجنا بيها من المؤتمر، لأن به أكثر من تنبؤ لليوم الخامس. يعني إيه؟ يعني النهاردة بقول أول صورة شفناها مش بس التلاصق، لأ، هعيدها تاني، اللي هي بداية إنه عايز يعمل التجويف بتاع اليوم الخامس. اللي إحنا أصلاً كنا قبل ما نطلع الجريدنج ده بنسميه going to blastocyst، اللي هو رايح ناحية جنين اليوم الخامس. فبالتالي لو تنبأ عندي زي A و B وممكن كمان C وجزء من D، ممكن أنقلهم وأنا مطمن أقول إن دول بكرة هيبقوا يوم خامس. طيب هنا بقى لما قارن بينه سؤال تاني، أقول النهاردة لو خيرت ما بين جنين يوم رابع أو أنتظر لليوم الخامس، هتقول لي طب وفايدته إيه أصلاً؟ ما أنا هنتظر لليوم الخامس. أقول لحضرتك لأ، بعض المرضى على عجالة في سفر، خاصة اللي بيجوا من بره، كويس؟ وعندهم الهاجس الكبير بتاع إن جنين اليوم الخامس أفضل من اليوم الثالث، لكن هي عدد الأيام عندها مش كافي. إذن أنا بعلامات بسيطة جداً جنين يوم الرابع أقدر أقول عليه بإذن الله ده بكرة هيبقى جنين يوم خامس، أقدر أنقلها وأنا مطمن. زائد في تشخيص الأمراض الوراثية خاصة في الفيش تكنيك اللي أنا بشوف بيه حاجات بسيطة، أنا لسه ما وصلتش لل... لسه خليه لجنين اليوم الخامس. بعمل إيه؟ باخد العينة عند جنين اليوم الثالث. ممكن تظهر لي نتيجة العينة في أقل من 24 ساعة. إذن لو دخلت على اليوم الرابع وصنفت الأجنة اللي عندي من 1 إلى 2، 3، 4، قلت اللي يصلح فيهم أولاً لو أنا بشخص أمراض وراثية أو لو أنا بشخص جنس جنين وحصلت على ذلك، أقدر أنقل في اليوم الرابع وأنا مطمئن تماماً. اليوم الرابع بيديني ميزة متنبئ تام، متنبئ جيد، متنبئ ممتاز، متنبئ للأمراض الوراثية زي الهيموفيليا الميوباسي، كل حاجة، متنبئ لنوع الجنس الجنين يقدر ذكر أو أنثى. ما خلاص ما اختبر في اليوم الثالث ويقدر ينمو إلى اليوم الرابع. نيجي بقى حضرتك إلى اللي هو حديث المدينة، اللي هو جنين اليوم الخامس. جنين اليوم الخامس هو الجنين المبتدئ الذي يصلح تماماً وضعه في الرحم، وده بالنسبة لنا نهاية النمو المرئي، لأن بعد كده بيدخل الرحم. يعني حتى في الحاضنات عندنا احنا بنخلي الأجنة لحد اليوم الخامس، وبعد شوية هقول إن في حاجة اسمها يوم سادس، لكن ده جنين اليوم الخامس له عدة صور. جنين اليوم الخامس شكله جميل جداً، بيعتبر زي ما بنقوله expanding، يعني هو إيه؟ متمدد. يعني لو هنقول النهاردة إن حجم أو قطر البويضة عبارة عن 100 مايكرون، يعني عبارة عن 100 مايكرون، جنين اليوم الخامس بيزيد عن ذلك وممكن يوصل بالظبط كده. الأولاني كان expanding يعني في طريقه إلى التمدد، ده تمدد وعمل لي الكافيتي أو التجويف البدائي أو الابتدائي للجنين، وابتدت كتلة الخلايا الداخلية تتكون، وابتدى يبقى واضح جدا، ولو نشوف في الصورة اللي فوق ان ابتدى جزء من الخلايا يطلع فوق بنسميه هاتشينج، اللي هو ايه؟ بيفقس بقى خلاص، بينقسم بالظبط، لدرجة ان احنا هو دي المرحلة الجميلة جدا 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 للنقل، اللي هو دي صور ميكروسكوبية طبعا، اللي هو في بداية الفقس اللي هو اكسباندد. لكن يفضل إن أنا ما انتظرش إلى الفقس الكامل إنه يطلع لي خلية كبيرة، لأن دي حتى لو أنا عايز أجمد ما أقدرش أجمد بالظبط كده، ده هاتشنج اللي هو بيفقس. لكن لو خرج لي جزء من الخلايا كبير قوي، بقول يفضل إن أنا أنقل بدري عن كده شوية. النهاردة في تطوراً للأيام اللي إحنا بنتكلم عليها في اليوم السادس. اليوم السادس ده قلما نسمع عن حد بيقول بنقل في اليوم السادس، ولا اليوم الرابع بالظبط. هو اليوم الرابع طبعا صيحة صيحة، اليوم السادس هو موجود، لكن اليوم السادس
في ملاحظة بسيطة جدا إنه فارقه عن اليوم الخامس ساعات وليس يوم كامل. ليه؟ لأن أنا النهاردة يختلف على ميعاد أو نختلف على ميعاد الحقن اللي ابتدينا فيه، وبالتالي ميعاد التخصيب وميعاد الانقسام هيبقى مختلف شوية. فممكن ألاقي جنين لم يصل إلى جنين اليوم الخامس بصورة واضحة في نهاية اليوم العملي بتاعنا في المركز اللي هو مثلا الساعة 4 أو 5، وبالتالي الجنين محتاج بعض ساعات هسيبه لحد اليوم السادس. وهنا ملاحظة بقولها لكل الأطباء قبل المرضى، لازم تلحق الباب. يعني إيه تلحق الباب؟ عندنا حاجة اسمها implantation window اللي هو شباك الذي يسمح بالتصاق الجنين بجدار الرحم، ده بيبقى في الساعات الأولى من اليوم السادس قياسا بالضبط، نظرا إلى توقيت معين مع نسبة الهرمون في جسم السيدة. فبالتالي يفحص الجنين مبكرا جدا في صباح اليوم السادس عشان نشوفه وصل إلى صورة الجنين بتاع اليوم الخامس ولا لا، لأن هو زي ما قلنا هو جنين يوم خامس بس متأخر ساعات، بنقله لكن لازم أنقله بدري. لما أجي أجمده ما عنديش مشكلة لما أتأخر شوية، لكن لما أجي أنقله طازج لازم أنقله بدري عشان زي ما بقول ألحق ميعاد التصاق الأجن. السؤال اللي بعد كده وبعض المرضى سألوه لي لما بقيت أنقل لهم جنين يوم سادس ويحمله، تيجي تقول لي يعني أنا لما هاجي هنقل في المجمد حضرتك مجمد لي جنين من بتوع اليوم السادس وأنا حملت فيه بالفعل، هتنقله لي في اليوم السادس في المجمد؟ أعتقد أن ده أزكى سؤال يسأل. لا، هيتنقل في اليوم الخامس بتاع الدورة المجمدة المجهزة، لأن لا حاجة لي للانتظار لليوم السادس. يعني أنا لما ابتدي هو جنين يوم خامس كان متأخر بعض ساعات، فلما أجي أنقله طازج أنا مجبر أن أنا أستنى لحد بعض ساعات لكي يكتمل النمو. لكن لما أجي أفكه من التجميد بفكه مع ترتيب جدار الرحم وإعطاء الهرمونات المعينة عشان أفكه في اليوم الخامس وأنقله في نفس اليوم اللي هو اليوم الخامس تاني عشان ألحق ميعاد التصاق الأجنة بجدار الرحم. الحقيقة الحوار معك قمة في عالم الإخصاب المساعد والحقن المجهري، وأنا بدعو كل المهتمين بهذا العالم من سواء مرضى عندهم رغبة في الحمل، مش نقول عليهم مرضى يعني زوجين عندهم رغبة في الحمل، أو متابعين لهذا الأمر من الأهل، لأنه أنا عاجبني جدا دلوقتي يعني لسه مقابل صديق فبيتفرج باهتمام على البرامج الطبية بتاعتنا، فقال لي جملة مهمة جدا، قال لي أنا بتفرج عشاني وعشان أحفادي وعشان أولادي. فالعيلة كلها ساعات بتهتم بالموضوع وفاهمين كويس جدا، بالإضافة للأهم بقى اللي هيستفيد النهاردة هم الشباب اللي بيقتحموا عالم الإخصاب المساعد من شباب الأطباء، هيستفيدوا جدا، بس هيجمعوا بقى أكتر من حلقة عشان يبقوا عندهم مرجعية لحواراتك اللي الحقيقة الميزة إنها بترفع مستوى الحوار في هذه المنطقة إلى مستوى غير مسبوق على مستوى العالم، مش العالم العربي، العالم، لأنه لا يوجد مكان في العالم في حوار بهذه الدقة مثل ما حصل اليوم. حتى في أكبر البرامج الطبية في أمريكا ما بيتكلموش بهذه التفاصيل خالص، هنا في مصر طبعا ما فيش حد بيتكلم بهذه التفاصيل، لكن إحنا عايزين الثقافة ترتفع لهذه الدرجة. مشاهدين الدكتور وناس الحلوة أعتقد عندهم القدرة العقلية والذكائية أنهم يستوعبوا هذا الكلام، محتاجين نتفرج عليه أكثر من مرة، مش سهل، صعب. الثالث الرابع الخامس السادس كأيام نقل، كله له ميزاته وعيوبه، أو ميزاته الأدفانتج بتاعته والأشياء التي لا نحبذها فيه. النهاردة قارنا بين هذه المحطات وبعضها، نقل الأجنة هذه المنطقة الحرفية شديدة الأهمية لأنها التي إما تتوج العمل الشاق من فريق عمل كبير ونتكلم على فريق العمل بعد كده، أو ربما لا تصيب وتضيع هذا الجهد، لكن يبقى الثقافة الطبية في هذه المنطقة مطلوبة وبشدة. أستاذنا وضيفي الكبير أستاذ دكتور محمود الشافعي، أنت كالعادة بتنورنا وبتشرفنا، وزي ما بيقولوا خطوة عزيزة. الله يخليك، نورتنا دكتور. شكرا، خليك دايما معنا. سلام.